بيقول محطتنا الصباحية نرمين، رح نحكي عن حالة طبية شائعة. الأطفال حديثي الولادة أو بمرحلة البلوغ بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية. من هاي المشاكل الصحية الفتاق يلي بتختلف خطورته حسب أنواعه، لكن اليوم نحن رح نتعرف على الفتق الإربي، أعراضه وأسبابه وطرق علاجه، خصوصا أنه الأهل وتحديدا الأم ما بتلاحظ هذا الشيء عن طفلة، ممكن بسبب عدم التشخيص المبكر أو اكتشاف هذا الشيء يصير في مضاعفات خطيرة عند الطفل. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور عدنان حسامي، اخصائي جراحة اطفال. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. خلينا هيك بداية نعرف المشاهدين شو هو الفتق الإربي. الواقع اولا بدي اشكركم على اختياركم انتم للموضوع وطرحه، لانه هو من المواضيع الجراحية الشائعة جدا عند الاطفال، واللي إذا أهمل قد يكون من أحد أهم أسباب المشاكل الصحية التي قد تسبب اختلاطات كبيرة. هلأ الفتق الإربي هو يعني خروج الأمعاء من جوف البطن إلى المنطقة اللي تحت جدار البطن الجلدي، في المنطقة الإربية اللي بسموها غالبية الناس هي المنطقة الحالب. هي مو منطقة الحالب، هي المنطقة اللي بيتصل فيها كيس الصفن، كيس الصفن الكيس اللي بيحوي الخصيتين، مع البطن أو عند الأشفار الكبيرة عند البنات. هلأ خروج الأمعاء أو المبيض عند البنات من البطن إلى كيس الصفن عبر القناة الإربية، هذا بنسميه الفتق الإربي. هذا التعريف الطبي طبعا. طيب دكتور خلينا نعرف أكثر الأعراض أو الدلالات اللي ممكن تظهر عند الأطفال في حال كان عندهم هذا المرض. هلا مبدئيا الفتق الإربي غير مؤلم إذا كان غير مختنق، هو عبارة عن انتفاخ بهالمنطقة اللي حكينا عنها، اللي هي بأسفل البطن عند منطقة العاني، فوق الصفن، فوق الشفرين الكبيرين، وعبارة عن انتفاخ. هذا الانتفاخ مبدئيا لازم يكون ردود، ردود نعني به أنه إذا الأم كبست على هالمنطقة المتورمة فالأمعاء بترجع للبطن، أو المبيض عند البنات بيرجع للبطن. الأعراض الصارخة بتصير عند الطفل وقت بيصير في اختلاط. الاختلاط نعني به اختناق الفتق. اختناق الفتق نعني به أنه العروة المعوية اللي طلعت من البطن ونزلت على كيس الصفن، أو المبيض اللي طلع من البطن ونزل على منطقة الشفرين الكبيرين، ما عاد يرجع، ما عاد عم يرجع على البطن بالكبس أو عفوياً، وبقاء الأمعاء خارج البطن بكيس الفتق لفترة طويلة راح يعمل وزمة، الوزمة راح تسبب أنه يصير المنطقة ضيقة على هالعروة المعوية، معناتها التروية الدموية، الأوعية الدموية اللي عم تغذي هالأمعاء أو عم تغذي المبيض راح تتأذى، راح يصير في شيء بنسميه اختناق، معناتها التوعية الدموية تأثرت. هذا بيسبب خلال ساعات نقص بالتوعية الدموية بالعروة المعوية أو المبيض، نقص التروية راح يسبب تموت فيها، والطفل راح يتعرض لمشاكل كبيرة جراحية. لذلك لازم نحن نشخص هذا الفتق بمرحلة باكرة قبل ما يوصل لمرحلة الاختلاطات اللي هي الاختناق. أيضا العروة المعوية المتوزمة المختنقة راح تضغط على الأوعية الدموية اللي بتمر بالقناة الإربية واللي بتغذي الخصية، راح معناتها تقطع التروية إن كان جزئيا أو كليا عن الخصية. هذا يعني أنه قد أيضا من خلال اختناق الفتق مو بس الأمعاء تتأذى، ممكن أيضا الخصية تنأذى وممكن تتموت وممكن يخسر الطفل. دكتور كونو حضرتك عم تحكي عن الأعراض والتشخيص، ممكن الأعراض اللي ذكرتها تتشابه مع أعراض مرض تاني؟
هلا اولا بصراحه الفتق يعني هو موضوع بسيط ولكنه كثير دقيق وكثير جدير، انه الاهل والاطباء وخاصه اطباء الاطفال اللي هن راح يجي لعندهم الطفل قبل ما يروح على الجراح لازم ينتبهوا لهالموضوع. الفتق القربي مثل ما حكينا تشخيصه سهل، اللي هو هالانتفاخ الردود بالكبس، قد يختلط على بعض الاهل او حتى الاطباء غير الخبراء انه بتكون احيانا الخصيه متحركه، يعني الخصيه اللي قاعده بالصفن عم تطلع لهالمنطقه، فهني بتخيلوا انه هذا عباره عن فتق، هو بيكون عباره عن الخصيه اللي عم تتارجح بين الصفن وبين هالمنطقه. طبعا هذا بالفحص الدقيق والخبير ممكن الواحد يعرفه. الانتفاخات الثانيه بالصفن بكيس الصفن قد تكون بسبب قيله مائيه اللي هي عبارة عن مي حول الخصية، وتبدو أحياناً كأنها فتق وتختلط أحياناً بالفتق وأحياناً تترافق بالفتق، لذلك التمييز كتير ضروري. نحن أمام قيلة مائية صافية لحالة أو أمام قيلة مائية متصلة أو قيلة مائية مترافقة بفتق. الواقع هالتعبير كتير مهمة بقرار العمل الجراحي. على القيلة المائية بالأعمار المبكرة لحد السنة من العمر ما في ضرورة للجراحة لإلى إطلاقا، لأنه القيلة المائية راح تشفى من نفسها ب90% من الحالات بعمر السنة، ما بتأذي الخصية ما لأي مشاكل. لذلك يعني بنتجنب نحن الواقع الجراحة خلال السنة الأولى من العمر بالقيلات المائية الصافية غير المترافقة بالفتق. طيب دكتور، يعني لما الطفل يكون عم يبكي كثير، عم بيعيط، عصبي، عنده امساك، هون هي الاعراض فعلا بتكون بتدل على ظهور فتق قربي عند الطفل ولا هلا؟ كثير من الحالات وخاصة عند الرضيع وبالاشهر الاولى من العمر وجود الفتق غير المختنق لحاله، انه هالعروة من الامعاء عم تطلع وتفوت على البطن، هلا قد تسبب إقياءات لفترة طويلة، وقد تسبب مغص، وقد تسبب ألم، فأحيانا بيكون غير مفسر إلا بوجود هالفتق. مرة تانية، نحن الفتق غير المختنق هو غير خطر على الحياة، ولكن نحن دائما ما بنعرف قيمة هذا الفتق اللي هلا ردود راح يختنق، راح هالأمعاء ما ترجع على البطن، قيمة راح تنأذى، قد يحدث ذلك منتصف الليل مثلا، وبما الطفل يراجع الطبيب ويوصل للعمليات راح تمرق عدة ساعات تكون قد انأذت فيها الأمعاء أو انأذت الأوعية الدموية اللي عم تغذي الخصية. لذلك يعني عند الأطفال الذكور خاصة وأيضا عند البنات بالأعمار المبكرة حتى بأعمار أسابيع، وقت نحن منشخص فتق ننصح دائما بالجراحة المبكرة بأسرع ما يمكن قبل ما يصير هذا الاختلاط. نحن بالحالات غير المختلطة منكون بصدد عمل جراحي نسبيا بسيط، طبعا دقيق، طبعا كتير بده خبرة، ولكن نحن منكون عم نتجنب وجود اختلاط قد يحدث وقد يسبب مضاعفات كبيرة وقد يؤدي إلى عمل جراحي كبير. نكون بصدد عمل جراحي ربع ساعة ثلث ساعة، نصير بعمل جراحي فتح بطن واستئصال جزء من الأمعاء اللي تأذت أو تموتت، أو المبيض اللي بيكون انفتل أو اختنق ممكن تخسر البنت، أو الخصية اللي بتكون انضغطت الأوعية الدموية تبعها وانأذت التوعية تبعها وصار فيها ضمور ممكن الطفل يخسر الخصية. لذلك بالأعمار المبكرة وعند الوليد يجب إجراء الجراحة. هلا هو صحيح عمل جراحي نسبيا يعني بسيط ولكنه دقيق، بنقول عنه سهل ممتنع، لأنه نحن عم نشتغل على منطقة الكيس الفتق بيكون دائما ماشي جنبه الأوعية الدموية اللي عم تغذي الخصية، ماشي الأسهر وممكن بالأيادي غير الخبيرة تنأذى. لذلك يفترض أنه خاصة بالأعمار الصغيرة ما يجرى العمل الجراحي إلا من قبل إنسان خبير كتير بهالمواضيع.
دكتور حكيت نقطة كتير مهمة، هي أشرت إليها، هي خوف الأهالي يمكن من إجراء هذا العمل الجراحي لطفلهم، خصوصا في عملية تخدير، فيمكن تمرق عليك حالات بيقولوا لك الأهل فينا نأجل العملية شوي ليكبر الطفل. خلينا نحكي عن هي الحالات، قديش ترك الموضوع أو ترك الفتء الإرادي ممكن يسبب مضاعفات خطيرة. هلا الخوف من التخدير الواقع بالأعمار المبكرة هو خوف مشروع، لأنه تخدير طفل عمره أيام أو أسابيع بده خبرة عالية، لذلك ينصح أنه تجرى هذه العمليات دائما بمراكز فيها طبيب تخدير خبير بتخدير الأطفال، كما يجب أن يكون هناك جراح خبير بجراحة الأطفال، لأنه نقص الأكسجة أثناء التخدير لفترة معينة قد يؤذي الدماغ، لذلك يفترض أنه تجرى هذه العمليات، وخاصة عند النيوبورن، عند الولدان، عند حديثي الولادة بالأشهر الأولى، بمراكز يكون فيها طبيب تخدير خبير بتخدير الأطفال. ما في خطر على صحتهم دكتور هون؟ على حسب العمر خطر على صحتهم؟ على خطر على صحتهم، على صحة الأطفال. هلا دائما التخدير هو عبارة عن تحدي، وخاصة بالأطفال، عم نأكد أنه بكل الأعمار وخاصة بهالأعمار يجب أن يكون هناك خبير بتخدير الأطفال. هلا الغالبية العظمى من الحالات بتمر بسلام، بتمر بدون مشاكل إذا الواحد أخذ الاحتياطات، بس نحن على كل الأحوال أمام حالة يعني ما عندنا بدائل، ويكون نحن أمام فتء مختنق أو معرض للاختناق، فما بيصير ننتظر لحتى يصير الاختلاط ونروح نجري العمل الجراحي. معناتها أن الطفل من عمل جراحي نسبيا بسيط إلى عمل جراحي معقد وخطورته على الحياة أعلى بكثير. تمام دكتور، ممكن يكون هذا المرض وراثي؟ كيف ممكن نتعامل معه؟ تماما، هو دائما الفتق الإربي يعني في ضعف بالقناة الإربية. القناة الإربية اللي حكينا عنها هي القناة اللي بتخترقها الخصية. الخصية بتكون بالحياة الجنينية قاعدة عاليا قريبة على الكلية، بتمشي بمسيرة خلال الحياة الجنينية وإلى ما قبل قبيل الولادة، وتخترق القناة الإربية وتسكن بالصفن. هلأ هذه القناة يجب أن تغلق، إذا ما أغلقت فبصير في عنا الفتء، لذلك هي بشكل أو بآخر عبارة عن ليس بتشوه ولادي، إنما ضعف ولادي بالمنطقة الإربية اللي لازم تسكر. نفس الحكي عند البنات، الرباط المدور اللي بيكون بالمنطقة يجب أن يغلق، أن تغلق الأنسجة حوله حتى ما يطلع المبيض بكيس الفتاة. دكتور عم تشير خلال حديثك اليوم لمضاعفات خطيرة ممكن تأذي الذكر أو الأنثى، وهي لا سمح الله حالات العقم، لما نحن عم نحكي عن الإصابات يلي ممكن تتوجه إلى عوض الضررة. كمان ممكن الأهالي يقولوا لك دكتور ممكن نحن بدل ما نرجع للعمل الجراحي يكون في علاج دوائي، ولا الفتاة الإربي حصرا هو علاج جراحي؟ هلا هو علاج دوائي ما في، ولكن في علاج كان شائع سابقا وللأسف كان يستعمل كثير، اللي هو الأربطة الضاغطة، يعني وإلى الآن لا تزال موجودة بالصيدليات، وكثير أطباء بينصحوا فيها، أنه عبارة عن رباط ضاغط على المنطقة يمنع ظهور الفتء. هلا هذا مشكلته أنه هالرباط الضاغط سيضغط على الأوعية الدموية في المنطقة اللي بتغذي الخصية، يعني صحيح هو عم يخفي الفتى ما عم يخليه يظهر، ولكن بآن واحد الأوعية الدموية اللي بها المنطقة اللي عم تغذي الخصية راح تنضغط لفترة طويلة، وهذا الضغط سيؤدي إلى ضمور مع الزمن بالخصية اللي عم نستعمل فيها الرباط الضاغط بها المنطقة. لذلك إطلاقا لا ينصح باستعمال الرباط الضاغط، وهو خطأ شائع. هلا أدوية ما في طبعا انه تروح الفتى، الحل دائما بالفتوق هو الجراحة. طيب دكتور، بما انه نحن عم نحكي عن الامور العلاجيه، هذا المرض ممكن نشفي منه بشكل تام او ممكن يظهر الفتق الإربي مره اخرى؟ هلا سؤالك ايضا كثير مهم ودقيق. هلا عندما يجرى العمل الجراحي بشكل دقيق وعندما يستأصل كيس الفتى،
فنحن أمام حالة يجب أن تشفى 100%. الاختلاطات يعني دائما في عندنا مشكلة بالتكنيك الجراحي، هذا ممكن، أو إنه المنطقة بالأصل ضعيفة جدا وهذا نادر. يعني نحن بنشوف أطفال أحيانا بصير عندهم نكس بالفتق، كثير نادر إنه يكون السبب هو ضعف الأنسجة. هلا ضعف الأنسجة بهالمنطقة طبعا له تدبير جراحي معين، تضييق القناة بشكل أو بآخر بحيث إنه ما تنقز الأوعية الدموية وبحيث إنه نمنع حدوث الفتق مرة ثانية. بس نكس الفتق وارد من الناحية الطبية، ولكن ليس هو القاعدة، لازم يكون نادر جدا جدا بالأيادي الخبيرة. دكتور، حالات إهمال ممكن يعني عن قصد أو غير قصد الأهل يتبعوها بعد العمل إجراء العمل الجراحي للطفل، خصوصا الأم بطريقة الحمل يمكن، أو حتى لما تبدل لطفلة، شو أهم النصائح اليوم يلي بتوجهوها للأم بعد إجراء عملية الفتق الإربي؟ لا، عادة بعد العمل الجراحي نحن الطفل بتخرج بنفس اليوم على البيت، بيكون صحيان من البنج تماما. التعليمات الواقع بسيطة، الولد بيرجع بعد عدة ساعات، بعد ساعتين ثلاثة بتغذى تغذية كاملة، إن كان أرضاع أو تغذية فموية، أول 24 ساعة سوائل، وبعدها بيرجع بيعيش حياته الطبيعية. من حيث الحركة في يتحرك؟ بصراحة ما في دور لذلك. يعني هلأ الوليد أو النيوبورن هو راح يتحرك بشكل أو بآخر، ما بنحزن نمنعه على الحركة. صحيح. أيضا الأطفال الأكبر أيضا بدهم يتحركوا، فالتكنيك الجراحي الصحيح ما له تأثير عليه أي حركة اللي منقول عنها بين قوسين منقول عنها حركة خطأ. ممكن الأم ترجع دائما بعد العمل الجراحي تتعامل مع طفلها بشكل طبيعي كأنه ما عمل عمل جراحي. طيب، فينا نعرف نسبة حدوث هذا المرض عند الذكور أو الإناث؟ عند مين بتصير أكثر؟ هل الأعراض عند الذكور بتختلف عند الأعراض عند الإناث؟ الأعراض أكيد بتفرق كتير بين الذكور والإناث. بس نسبة الحدوث وين أكثر؟ نسبة الحدوث عند الذكور ولا عند الإناث أكثر؟ هلأ غالباً عند الذكور أكثر. ما بذهن الرقم الدقيق قديش النسبة، بس نحن منشوفه هذا عند الذكور أكثر. بالذكور منشوف نحن أحياناً كبر بحجم الصفن، أحياناً الأمعاء بتنزل للكيس، فهذا من الأعراض المهمة. عند البنات منشوف مثل ما حكينا انتفاخ بمنطقة الشفرين الكبيرين، قد يختلط ذلك أحياناً بالعقد اللمفاوي، أحياناً في عقد بهالمنطقة لمفاوية متضخمة لسبب أو لآخر، تشتبه أحياناً على الأهل وأحياناً على طبيب الأطفال أنه هي عبارة عن فتق ولا هي عبارة عن عقدة لمفاوية. مرة تانية تشخيص الفتق السريري الباكر ضروري جداً جداً، لازم يجرى الجراحة بالسرعة الممكنة، لأنه التأخير قد يوصلنا لاختلاطات راح تأذي العضو المجاور اللي هو الخصية أو المبيض أو الأمعاء، وراح تعرض الطفل لعمل جراحي نسبياً كتير كبير. دكتور، ذكرت خلال حديثك موضوع الأنسجة أو الأمور الرابطة يلي بيستخدموها وهي شائعة، وهي من أخطاء الشائعة اللي ما نصحت فيها حضرتك. خلينا نضوي كمان على أخطاء شائعة ممكن عم نشوفها بعملية التشخيص أو العلاج، أو نصائح كمان ممكن نقدمها لكل الأهالي بما يخص موضوع الفتق الإربي. هلأ النصيحة الأساسية للأهل أنه في حال وجود انتفاخ بهذه المنطقة، ما بصير الأم لحالها تشخص، لازم تراجع طبيب الأطفال تبعها. طبيب الأطفال لازم في حال الاشتباه يراجع جراح أطفال خبير بهالموضوع. أحياناً الإيكو بيعطينا فكرة، بيساعدنا منميز بين الفتق وبين القيل المائية. الإيكو أيضاً بيعطينا فكرة عن وضع الخصية، إذا كان فيها تأذي أو لا من خلال هذا الفتق المختنق. الرباط الضاغط ممنوع منعاً باتاً مثل ما قلت، لأنه هو راح يضغط على الأوعية الدموية اللي بتغذي الخصية، ويسبب ضمور مع الزمن في الخصية.
تأجيل العمل الجراحي ما بيصير يتأجل إلا لتصبح حالة الطفل إذا كان عنده رشح أو قريب أو كذا ممكن ننتظر عدة أيام ريثما تصير الوضع الطفل بحالة صحية جيدة قابلة للتخدير ما يضيع وقت أبدا. لازم تجرى الأمور مثل ما أكدنا بأيادي خبيرة، مو أي جراح لازم يعمل عملية فتق وقاصة عند نيوبورن، لازم يستعين بناس خبراء بجراحة الأطفال بهذه الأعمار نظراً لإمكانية حدوث اختلاطات وأذيات في المنطقة بما فيها من نسج هامة وقيمة اللي مثل الأسهر، مثل الأوعية الدموية اللي بتغذي الخصية، مثل المبيض اللي بيكون أحياناً مثل ما حكينا هو محتوى كيس الفتق اللي طالع. طيب دكتور، يعني كنا عم نحكي عن الفتق الإربي اللي هو نوع من أنواع الفتق، طب عنا أنواع تانية ممكن تصيب الأطفال، يمكن الفتق السري، أو شو أكثر خطورة اليوم؟ شو بتعرفنا عن يعني الأكثر الأنواع الفتق اللي بيصيب الأطفال؟ صح، هلأ في مثلا الفتق السري ما حكينا عنه، نحن كل تركيزنا كان على الفتق الموجود بمنطقة السرة. الفتق السري هو فتق غير مؤلم عند الأطفال، فتق السرة لا يختنق، فتق السرة يشفى من نفسه بعمر السنة بحوالي 90% من الحالات. لذلك نحن بالفتق السري ما نتسرع بالجراحة أبدا، ولا ننصح أيضا مرة تانية بالرباط الضاغط لأنه يعيق الالتئام العفوي. في شيء شائع كان يحطوا قطعة معدنية يضغطوا فيها منطقة الفتق السري، هذا غلط. يترك الطفل، الفتق السري حتى بحجمه الكبير سيشفى ب 90% من الحالات بعمر بين سنة وسنة ونص. هي الفتوق الخارجية، طبعا في عند الأطفال فتوق داخلية، حجاب الحاجز تماما، في هديك موضوع تاني الواقع، هداك موضوع شائك اللي بيكون في فتق بالحجاب الحاجز، بيكون في ثقبة بالحجاب الحاجز خلقية بين البطن وبين الصدر، بتندحق فيها الأمعاء، المعدة، أحياناً الطحال، جزء كبير من أعضاء البطن عبر هالفوهة إلى جوف الصدر، بتضغط على الرئة، ممكن تسبب مشاكل كبرى. هذاك عبارة عن عمل جراحي إسعافي عند الوليد. صحيح. خلال الساعات الأولى إن شاء الله. هيك بحلقات قادمة منكفي موضوعنا أكثر ومنسترسل فيه. بنشكر كثير وجودك معنا دكتور، وأهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتور عدنان. شكرا لك.